كذلك من الأحكام في هذه الأيام الأضحية. الأضحية حكم الأضحية ما هو حكمها؟ سنة مؤكدة وليست بواجبة. يقول شيخنا الجليل السالمي رحمه الله تعالى: سنة بتأكيد لنيل الأجر، أضحية تذبح يوم النحر. سنة بتأكيد لنيل الأجر، أضحية تذبح يوم النحر. فهي إذن سنة مؤكدة وليست واجبة. والناس أيضا يخلطون في هذا الأمر بين الوجوب وبين السنة. هتحصل كثير منهم يسألوا يقول لك أنا ما قادر أضحي، علي إثم؟ لا ما قادر، ما عنده ما يضحي، علي إثم؟ لا، هذه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والإنسان أيضا لا يترك سنة مؤكدة إلا إذا كان مع ظروف من الطارئ كما ذكرنا، مثلا ما قادر وما عنده وما مستطيع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى في الحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب من الله عز وجل من هراقة دم، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. فإذا على الإنسان أن لا يفوت هذا الأمر وأن لا يفوت هذه السنة المؤكدة. طيب، عمن تغزي هذه الأضحية؟ تغزي عن أهل المنزل كله ولو كثيرا. واحد ما شاء الله تزوج أربع حريم، لأن الحريم ما يعجبهم الكلام أربع حريم، وعنده ما شاء الله خير من الأولاد، عدد أولاده 40 ولد ولا 60 ولد، ويضحى عنهم فقط تجزي ضحية واحدة عنهم كلهم، عنهم كلهم، لأنه هو من يضحي، هو صاحب المنزل وهو العائل لهذا المنزل ولو كثروا. فليست كما مثل يعني ما مثل زكاة الفطر، لأن بعضهم يعني يلخبط في هذا المسألة، يظن كما زكاة الفطر كل واحد عنه مقدار. لا، هذا لو كنا قلنا كذا كانت مشكلة. هذا هو عنده كم ولد ما شاء الله، مشقة تقع. نعم. طيب، متى يكون وقت الأضحية؟ وقت الأضحية بعد صلاة العيد يوم النحر إلى الزوال، بعد صلاة العيد يوم النحر إلى الزوال، بدليل قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. ولا تغزي قبل صلاة العيد. بعض الناس يستعجلوا، قال لك ماشي وقت حسن نذبح قبل، قبل أذان الفجر عارفين نذبحين في الليل. طبعاً هذا من كلام عن عيد الأضحى وليس عيد الفطر. عيد الفطر مفتوح مجال، لكن عن عيد الأضحى يعني بعض الناس يستعجلوا ويذبح بعد صلاة الفجر. يعني ما ترى الآية فصل لربك وانحر، ما صلاة الفجر وإنما عيد صلاة العيد. وبعض الناس يذبح في الليل، لا، الذبح يكون بعد صلاة العيد. لذلك نعم، كيف يعني يضحي مرتين؟ ماشي، بس إذا عنده يضحى حتى 10 مرات، أنا مرتين، لكن عاد تبقى الأضحية واحدة هي، وعاد لك زيادة. وبعدين يذبح. طيب، أذاك كله لحم، يعتبر لحم. لذلك الحديث ماذا يقول: ومن نسك قبل الصلاة فتنك شاة ولحم، شاة لحم تعتبر. ويصح تأخيرها إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، إلى قبل صلاة الله، إلى ما قبل غروب يصح تأخيره إلى ما قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، الذي هو اليوم 13. قبل أن تغرب العصر يجوز. يعني في المسألة التي تقع فيها يعني تبديل التواريخ، وأراد الناس أن يحتاطون في هذه المسائل، يعني أخروا ما لازم في اليوم الأول، يوم الثاني واليوم الثالث يضحي. نعم. لذلك يقول شيخنا السالمي عندما ذكر في البداية، عندما قال سنة بتأكيد لنيل الأجر وأضحية تذبح يوم النحر، قال: وفي 3 بعدها والمستحب من بعد أن صليت عيدا قبل الوجب. وفي 3 بعدها والمستحب من بعد أن صليت عيدا قبل الوجب. فإذا تكون في 3 أيام تجوز،
تجوز. اليوم العاشر، 11، 12، 13 قبل أن تغرب الشمس تجزي. نعم. طيب، أيضا من المسائل ماذا يفعل بالأضحية؟ هذه إنسان يضحي ماذا يفعل بالأضحية؟ يمكن بعضهم يكلها كلها، تقسم، يقسم هذه الأضحية 3 أقسام، قسم يأكل منه يأكله، وقسم يدخره، وقسم يتصدق به، قسم يتصدق به، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فكلوا وتصدقوا وادخروا، فكلوا وتصدقوا وادخروا. فالإنسان يعني ما كله يأكله ولا كله أيضا يتصدق به، وإنما وسطية وسطية. طيب لو أن مثلا أسقطنا الادخار، قال واحد ما الحنبو منه ما يكفين بعدنا نضمه، ما شاء الله الأولاد عنده يأكلوا مرة واحدة كله في العيد، لا بأس، المهم أنهم ما يسيء عنهم ما يتصدقوا، ما يدخروا برأيهم، لكن لا ينسي أنهم لا يتصدقوا.